السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا هذا لاماشين لارفيا، غادي نتعرفوا كيفاش كيديريغلا عندكم الشاريو، كيفاش تريغلوه، وكامل اللي عند فهم نفس كيما هذا يدير ما يديرش دورة كاملة، اي نص دورة ويرجع. كامل اللي فهم كيما هادو، مام لي سوبر زيكزاج عندما يكاش تحل من تحت باش تشوف هذاك البينيون باش تريغل، وهادو لازم تنحي كامل الكاش تاعها باش تنجم تريغل هاد لا ماشين، سواء هادو سواء سانجر كيكونوا ديريغليين ولا فيهم عطلة هنايا ما يدوروش. كيفاش تعرفوا وكيفاش تريغلو لا ماشين نتاعكم، تبعوني باش تعرفوا كيفاش هادو كيفاش ديمونتيو الاولى هذا نحيوه. هذا انا كان مقلوع والكاش تاعها نحيو لي فيس كامل، فيه لي فيس لي ماشين من لهنا، تحلو هاد لي فيس تاعكم ومن بعد هذا تنجمو تجبدوه بكل سهوله كيما راكم تشوفوا. هذا بعد ما قلعنا الكاش تاع لا ماشين غادي ندروك نوريكم منين تريغلو كي تكونوا الشاريو يكون ما يكونش في الوضعيه نتاعو الصحيحه. هذا سهل باش تدلعو، عندو هادو زوج يتبتو باش يتبتو الكروشي، نحيو هذا عندكم هنا هذا ندلعوه، وهذا هو الكروشي اللي يجي فهاد لي ماشين كما راكم تشوفوا فيه. هذا هو الكروشي، وهذا هو الخطاف اللي يخطف الخيط هنايا، هذا هو الخطاف اللي يخطف الخيط. دونك هنا ديروا هاد الكروشي ودوروا لابولي تاعكم وتشوفوا اسكو راه في الوضعيه الصحيحه ولا لا. هذا ما راهش في الوضعيه الصحيحه نتاعهم، شوف الكروشي وراه كامل يوصل، كي يوصل لهنا ولا يكون هنا على خاطر هنا يولي يدور نص دوره ويرجع عاود يولي. كي تشوفوه يوصل حتى لهنا ولا يكون واصل لهنايا ولا يكون ما يوصلش ويرجع كيما هكذا، ما غاديش لا ماشين تخدم لكم. هذا نورمالمون يكون فهاد الوضعيه، كي يكون عندكم الكروشي مليح يكون فهاد الوضعيه، ومن بعد تشوفوا كيفاش نريغلو هاد الشاريو تاع هاد لا ماشين. عندنا ها هو البينيون، هذا يجي في تاع حديد، وكان هنا كان كيما كان لي ماشير سانجر فيهم اون بلاستيك كيما هادو، كان لي فيهم اون بلاستيك وكان لي فيهم حديد كيما لي سوبر زيكزاك فيهم حديد. دروكا غادي نوريكم كيفاش تريغلو هاد الكروشي هنايا. هنا نجيبو كلي واحد كلي الين كيما هذا، وهو يكون دو ايدمي، هذا دو ايدمي ديرو هنايا، كان هنا واحد الفيس فهاد التقبة هنايا ديروه وتحلو هنا. كي تحلو هنايا غادي هذا جيبوه هكتف هنا يولي، كي تكونوا تدوروا دورو هنا في هاد البلاصه عاود يولي، يطلع يوصل عاود يولي عاود يرجع هنا في هاد البلاصه. كي يوصل لهنايا تحلو هنا، ودي فوا هذا يكون مرخوف وهذا يبعد على البينيون وغادي يفسد لكم، يتحفيه تقرقيب، ودي فوا تاي بلوكي
هذا يبلوكي لا ماشين كي يكون مزير هنايا ولا يكون بعيد ديفا هذا البينيون يروح لكم. دونك هنا هذا هنا نورد هنايا فوالا راك تشوفوا هو بعد على البينيون باش نوريكم هنايا الوضعيه الصحيحه نتاع الكروشي كيفاش ديروا. الابره تكون هابطه كما راكم تشوفوا فيها، هذا يكون يدور يكون الابر هذا يدور كيفاش ما تبغي دير. بون دروك هنا هذا الخطاف هذا اللي راكم تشوفوا فيه خطاف نجيبوه فهاد الوضعيه كما راكم تشوفوا هنايا، نجيبوه في هذيك الوضعيه نخليوها هكاك. نجيو لهنا رانا حاكمين الخطاف قعدنا في هذيك البلاصه باش ما يبوجيش، تحكموا هنا وهذا غادي نجيبوه مع الشاريو هلا هو جبناه مع الشاريو. في هذه الحالة هنا هذا ما نزيروهش بزاف البينيون على خاطر غادي تولي الماشينة تكيلة وتوصل تالت بلوكي، لازم نديرو واحد الشعرة برك هكذا شوية برك ونخليوه فهاد يكون تحسم تحس بهاد الجو هنايا، جو صغير برك هكذا كيما يكون هكذا ما يبوجيش عرف بلي راه مزير بزاف، لازم يكون هاد لو جو. من بعد هنا تجي لهنا تزير عليه باش هذا يتبت هذا باش ما يبوجيناش. دركا غادي نشوفو فوالا دوك الكروشي ما عندنا يخدم بكل سلامة. نظن راكم فهمتوا الموضوع، وهذا السيستم في كامل لي ماشين اللي في عندهم كما راكم تشوفوا هنايا هاد البينيون لاطاك نتاع البينيون هذا كامل عندهم هذا هنايا باش تحل تبعد هذا وتريقل الشاريو نتاعك، وقلنا ما تزيرش عليه بزاف تخليه توجور في هذه الوضعيه. يكون خفيف ويروح ويجي خفيف، مصاب يكون مزير البينيون غادي لا ماشين تاعكم تولي ثقيله، وكان لا ماشين دي كامل تبلوكي على خاطر هذا يزير لكم على هذا على البينيون والماشينه تولي ثقيله باش تدورها. لازم تشوفوا الا كان هكذا عنده مزير عليه بزاف كما وريتكم ترخفوا شويه على البينيون الشعره برك وتجيبوا هاد الجو. نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.